السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلايس. عدت لكم بحلقة جديدة من بيس 2018 كون أسطورة. في حلقة اليوم عندنا مباراة مهمة ضد مانشستر سيتي من البريمير ليج. لهذا السبب بدون أن نضيع الوقت، هي اللي كان بدأ المباراة، ستذكرنا هذه المباراة بالأيام الخوالي. فريق القديم، فريق مانشستر سيتي، سألعب ضده يا شباب. أريد صراحة أن أفوز ضد فريق القديم لكي أبين لهم بأن مانشستر سيتي من دوني فإنهم لا يساوون أي شيء. لهذا السبب فإنني أريد الفوز عليهم، رغم أنهم صراحة يستطيعون اللعب من دوني، عندهم العديد من اللاعبين المميزين، لكن أريد أن أبين لهم بأنني لاعب جيد. أي فريق ذهبت له فإنني سأستطيع اللعب معه بشكل جيد. آخر مباراة أعتقد لعبناها مع مانشستر سيتي لقد تعادلنا، نعم لعبت ضدهم يا شباب وتعادلنا. أوكي أوكي أوكي، باس ممتاز ممتاز ممتاز، باس جميل، خذ أوه. اعتقدت بأنني سجلتها، لكن الحارس خطير. إيدرسون حارس خطير. يا سلام، ليتس جو ليتس جو. العرضية، يضرب ياسين، العارضة، يا سلام، لقد ضربت يا شباب في المدافع على ما أعتقد، وذهبت وضربت مرة أخرى في العارضة. نصف هوائية جميلة جدا، تخيلوا لو سجلت نصف هوائية على فريق القديم. أوكي، المراوغة، خذ دميره دميره، يا سلام، احسنت يا ويليان، اعطيت لي ويليان صراحه عرضيه مميز. شو هنا هربت توغلت، ذهب ذلك اللاعب العرضيه، ويليان امسك بها وسجل هدف. احسنت، ليتس جو، ممتاز. موراتا لوحده سيسجلها، موراتا، هيا، واو، موراتا سجل الهدف. صراحه مانشستر سيتي لا اعلم ما الذي حدث لهم، لكننا دمرناهم مع بدايه المباراه بهدفين. جيد، ليتس جو، اضغط، لكن الباصات، اعطي لي هازارد، لا، لماذا اعطيتني الكرة؟ اعطيها لي هازارد، تلك الكرة كانت بعيدة، لو لم انزلق لما استطعنا الامساك بها. ممتاز، كرة جميلة، ذهب هذا اللاعب، يا سلام، ذهب مرة أخرى، ليتس جو، كيف ضيعتها، لكنني قمت بكل شيء، لقد راوغت اللاعبين. لاحظوا، اللاعب الأول ذهب، اللاعب الثاني ذهب، والتسديدة، واو، الحارس لو أعطيتها في الجانب الآخر من الممكن أنني كنت سأسجل. أوكي، يضرب، يا سلام عليك، لم يفهم فيها الحارس أي شيء، ضربة رأسية رهيبة جدا، ممتاز، يا سلام، ضربة رأسية رائعة، استطعت تسجيل هدفي ضد المان سيتي. هيا، ذهبت الكرة عند ويليان، أحسنت يا ويليان، خذ، يا سلام، مراطة يا حبيبي، يا مراطة، ها أنا دا يا مراطة، سديدة، جيد، لكن أمسكها، كامتين، ممتاز، الكرة جات عندي مرة أخرى، يا سلام، مررت، ليتس جو، لم أسجلها، هيا، مرة أخرى، لكن ركنيها، كيف، أوفسايد، مشكل، كرتهم، لكن صراحة لقد دمرت الدفاع فريق القديم، فريق مانشستر سيتي، آسف صراحة يا مانشستر سيتي، لكن ليس باليد حيلة. من الممكن أن أنتقل كذلك لفريق آخر يا أصدقاء، من الممكن أن أنتقل لإيطاليا لكي ألعب مع الآيس روما لأنهم يريدون شرائي. أحسنت يا زهر. لا أعلم ما الذي حدث لفريق مانشستر سيتي، لكننا دمرناهم في هذه المباراة 4-0. أحسنتم، أعدنا هذه الحارس، ونهاية الشوط الأول. لقد أدخلوا أغويرو، وأخرجوا جابرييل جيزس. خذ يا صديقي موراتا للجناح، جيد، ها أنا دا، توغلت، يا سلام عليك يا ويليان، لكنها بعيدة جدا. فرشون الآن، كاونتر أتاك، هيا، أحسنت، ذهبت في الجناح يا حبيبي، هربت عليهم في الجناح، الجول، ضربت في هذا المدافع. أوتاميندي عاد في الوقت المناسب، لو لم يعد أوتاميندي في الوقت المناسب 100% تلك الكرة كانت داخلة وسط من شباك. هيا، اضرب، خرج الحارس، جيد، كرتي، هيا، تحركوا، ممتاز، لقد راوغته، هيا، تحرك، احتاج شخص ما لكي اعطيها الباس. الدفاع صراحه عند تشيلسي فانها قوي جدا، لهذا السبب صراحه قررت الانتقال معهم لانهم فريق مميز. اوكي، ذهبت، حسنا، يا سلام، مراوغه الان، ليتس جو، اولى. وقاموا الان بتغيير، برناردو سيلفا خرج ودخل فودن، لم تخرج، جيد، احسنت يا مانولاس، مدافع قوي، ليتس جو، خذ يا صديقي، خذ كراتشوك للجناح، هيا، للجناح على اليسار او اليمين، احسنت، الجناح اليمين، هيا، بعيده جدا،
ونهاية المباراة استطعنا الفوز على فريقنا القديم مانشستر سيتي 4-0. فريقي القديم مسكين لقد فزنا عليه. واو مانشستر تعادلت 2-2، من الجيد أنها تعادلت لأننا الآن هربنا عليهم قليلا. عندنا 91 نقطة ومانشستر يونايتد 86، مانشستر سيتي 82 مسكين لقد دمرناهم. أوه تطورت، أصبحت عندي 90. يا سلام أصبحت عندي 90 في القوة. واو عندي في التمريرات المنخفضة 80، التمريرات المرتفعة 81، السرعة 94، الطاقة المتفجرة 90. جيد، تخيلوا معي عندي فقط 21 سنة وعندي 90 في القوة. من الجيد من الجيد، أتوقع بأنني سأنتقل لفريق آخر، من الممكن أن أنتقل للأيس روما. إذا جئنا هنا لقائمة المفاوضات فإن لحد الآن لا توجد عندي أي عروض، لكن إذا ظهرت هناك عروض فإنني سأنتقل. وعندنا الآن مباراة مهمة جدا وهي مباراة ضد آجاكس نصف النهائي. هذه هي المباراة الأولى وعندنا هنا مباراة الإياب. سأسجل لكم هذه المباراة الخاصة بالذهاب، وأعتقد بأنني سألعب هذه المباراة وراء من الكاميرا ومباراة توتنهام، وكذلك هذه المباراة من الممكن أن ألعب بها وراء من الكاميرا، لأننا إذا فزنا الآن ضد أجاكس 100% سنفوز ضدهم في مباراة الإياب. وتقريبا هناك العديد من المباريات هنا الغير مهمة، وبعدها عندنا مباراة نهائي كأس الإمارات ضد واتفورد، ومباراة نهائي الأوروبا ليج إذا تأهلنا. إذا فزنا على أجاكس فإننا سنلعب مباراة نهائي، وأتمنى صراحة أن نلعبها لكي أسجلها لكم كذلك. وبهذا فإنني سأكون قد وضعت بصمتي مع فريق تشيلسي. وبداية نصف نهائي الأوروبا ليج ضد أجاكس، صراحة كنت أتمنى مثلا لو انتقلت لبرشلونة أو لريال مدريد، لكن صراحة مع الأسف لن أستطيع الانتقال لهم، ببساطة لأن خطة برشلونة فهي ليست 4-3-3. لو كانت برشلونة تلعب بثلاثة لاعبين في الهجوم لقاموا أكيد بطلبي لكي أنتقل عندهم، لأنني ألعب في الجناح اليسار وكذلك الجناح اليمين. لهذا السبب فإنهم لا يحتاجون أجنحة، ونفس الشيء بالنسبة لريال مدريد. لهذا السبب فإن الفرق الأخرى الذين عندهم مدربون يلعبون بثلاثة في الهجوم بصفة عامة هم من يطلبونني لكي أنتقل لكي ألعب معهم، وهذا صراحة محزن جدا. لهذا السبب أتمنى أن تقوم مثلا برشلونة بتغيير المدرب وتغيير الخطة، أو ريال مدريد لا يهم، لكي يقوموا باستدعائي. لقد أعطيت عرضية جميلة لكن لم يسجلها. الآن يا شباب سأسكت قليلا وسأركز لكي نقوم بتسجيل الأهداف. العرضية مشكلة، كادوا أن يسجلوا رأسية، واو، وتبعها بتسديدة كذلك وركنية. أجاكس صراحة فإنها خطيرة جدا، رغم أننا استطعنا تدمير مانشستر سيتي، لكن أجاكس فإنها فريق خطير، وخصوصا أننا نلعب الآن في كأس الأوروبا ليج. يريدون الفوز يا شباب. أنا جاي يا موراتا، اصبر قليلا، ها أنا ذا يا موراتا، لكن أعطاها لي جناح. أوكي موز دور باس جيد، خذ الباس مرة أخرى دمره. أوه كيف استطاع هذا الحارس إمسكها؟ جيد ركنية. 100% توقعت بأننا سنسجل. لاحظوا واو لك الحارس فإنه خطير. جيد يضرب بالرأس، ممتاز، سجلتها يا حبيبي. أمسك هذه يا أيها الحارس، أمسك هذه، لن تستطيع إمسكها لأن الشخص الذي سددها هو ياسين. الرأسية بالميل يا حبيبي، لم يمسك فيها أي شيء، أمسك فيها الريح فقط، الريح التي مرت أثناء دخول الكرة وسط من المرمى، تلك الريح هي التي أمسكها، لكن الكرة لم يستطع إمسكها. أحسنت جيد يا هازار، ها أنا ده باس، أحسنت باس في الجناح، ممتاز، هربت يا حبيبي هربت، ليتس جو، ذهب اللاعب، يا سلام من هناك، ليتس جو، دمره. لقد أمسك صراحة هذه الركلة، لكنني سأضغط، أحسنت يا هازار، ليتس جو بيبي بوي، يا سلام، ذهبت في الجناح مرة أخرى، هربت في الجناح يا حبيبي، أوكي، مررت، لم أمر بعد، مررت الآن، سي يو ليتر، العرضية، دمره. يا سلام دمر مرة أخرى، هيا أحسنتم الجول. لاحظوا هنا، ذهب اللاعب، سيوليت لقد راوغته وموراتا، باص جيد، أحسنتم جيد كرة هنا. أولى مع الأسف، لقد ضغط لكي أنزلق لكن الكرة كانت عندي فضربها. ليتس جو موراتا هنا، يا سلام، ذهبت يا حبيبي، هربت يا رمولينكو، هرب ياسين، هرب، ليتس جو، هيا تعال، تريدني أن أراوغك، لكنها أخذها. أوكي أعدتها، لا لم أعدها، أوه ضربة خطأ، مشكل، سيعطيني البطاقة، الحمد لله لم يعطيني البطاقة، لقد تكلم معي فقط. جيد، لا يجب علي الانزلاق كثير الآن لكي لا أحصل على البطاقة الصفراء. سأحاول الضغط على هذا الحارس. ونهاية الشوط الأول 2-0. ركنية ضدنا، هذه الركنية فإنها خطيرة. جيد لقد ضربتها، أبعدتها، خذ يا هازار الكرة،
مشكل. احسنت احسنت. هازار مره اخرى خذ. جيد. باس جميل. ممتاز ممتاز. لقد ابعدها هازار. ليتس جو ليتس جو. موراتا لي وحدي هناك. علينا مساندته. انا جاي يا موراتا لك اسندك. انا جاي. احسنت احسنت. ممتاز ممتاز. الكرة عندي من هناك. اوه خذ الباس. جيد جيد جيد. ركنية ركنية. اتمنى ان اسجل ركنية. بالنسبة لفريق اجاكس فان حكيم زياش يلعب معه. اوه عندهم الحارس خطير. حارس اجاكس فانه خطير. جيد جيد. اوه لم اخذها لم ممتاز ممتاز. كرتي كرتي كرتي. احسنت احسنت. جيد جيد. هيا ساذهب ساذهب. خذ. آه العرضية لم تمر لكن ركنية. قلت لكم فريق أجاكس فإن حكيم زياش يلعب معه ومسكين سأقوم بإقصاء مغربي. أحسنت أحسنت. وسجلت الهدف مرة أخرى على الحارس. سجلت رأسيتين على الأجاكس. ممتاز. ششش بوم. لم يفهم فيها أي شيء الحارس. إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة 100% لقد ضمننا التأهل. أوه سجلوا علينا الهدف. لا لم يحتسب. ممتاز ممتاز. أوفسايد أوفسايد. سجلوا علينا الهدف لكنه لم يحتسب لأنه أوفسايد. شاهدوا الإعادة شاهدوا. نعم أوفسايد بالميلي لكنه صراحة سجل. أحسنت أحسنت. الكرة عندي الآن. خذ. جيد جيد جيد. كرتي مرة أخرى. خذ. لقد أعدتها للدفاع. أوكي ممتاز ممتاز. أحسنت. خذ يا موراتا. يا سلام. هيا دمر يا موراتا. ليتس جو. سي يو ليتر بيبي بوي. موراتا قام بتسجيل الهدف. احسنت احسنت. شو 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 الباس الذي اعطيته. شو 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 شاهدته بانه هرب. لباس بخارج القدم. يا سلام. جيد جيد. كره. يا سلام. اولا لم ارى بان هناك مدافع اخر. اردت الهروب في هذه اللحظات فانهم هاجمون علينا. اوكي ساضربها. جيد جيد. لقد ضربتها. احسنت احسنت. كرتي كرتي. هربت هربت يا حبيبي. هربت هربت هربت. واو لاحظوا عدد اللاعبين. واو عدد اللاعبين فانه هائل جدا ولا يوجد اي لاعب لكي اعطيها الباس. ذهبت عند هازار. ممتاز احسنت يا هازار. اعطاها لي هازار. اوكي خذ يا موراتا. واو الباس لم تمر. ضربت خطا. خرجت خرجت. كرتك. يا سلام من هنا ساسددها. ومرت بالجانب ونهاية المباراة. استطعنا الفوز 4-0 يعني ضمننا التأهل للنهائي. سنلعب الآن المباريات القادمة وراء من الكاميرا. نلتقي في حلقة قادمة وهي حلقة نهائي الأوروبا ليج. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله. لاحظوا لاحظوا انتظروا قبل أن تذهبوا. شوفوا هنا برشلونة أعلنوا استقالة مديرهم الفني إسبيولي حيث سيتسلم قيادة سبورتينغ لشبونة. لا أعلم من هو المدير الفني الذي سيتسلم قيادة برشلونة. إذا كان مديرهم الفني يلعب بخطة 3 في الهجوم فمن الممكن أننا سنلتقي لبرشلونة. أدعو يا شباب لكي يكون مدربهم يلعب بخطة 3 في الهجوم لكي نلتقي لبرشلونة. والسلام عليكم ورحمة الله. شباب في الملعب والباء بطولة.